يا ثاوية في ثرى الرمضاء ليس له بغير سقف وشيج السوم تظليل وميتا كفنته الريح سافيها ولا سرير له بالطف محمول. هل زرت جنة عدن؟ القصيدة في ديوان الربيعي عليه الرحمة. جد الشيخ الربيعي الآن موجود، شيخ محمد، الله إن شاء الله يطول في عمره. وميتا كفنته الريح سافيها ولا سرير له بالطف محمول. هل زرت جنة عدن وهي في جزع عليك؟ وحق للجنة أن تجزع على الحسين. هل زرت جنة عدن وهي في جزع عليك أم بك طرف الخلد مكحول؟ أم هز عطفك بشرون في النعيم وفي خبى النساء ضرام النار مشعول؟ يعني تأنس بالجنة وتهنأ يا حسين وخيامك محروقة؟ هل زرت جنة عدن وهي في جزع عليك أم بك طرف الخلد مكحول؟ أم هز عطفك بشر في النعيم وفي خبى النساء ضرام النار مشعول؟ وأبرز في السبا وويلي وويلي منه مروعة قد ضاق فيهن عرض الأرض والطول. أسرى حواسر بين القوم أوجهها لكن عليها جلال الله مسدول. الله يا سائق العجف، ثم يخاطب ها اللي مشي اللي يقود تلك النياق. الله يا سائق العجف الصعاب بها أكل سيرك تقريع وتبغيل؟ بعين كافلها بالصوت توسعها ضربا وكافلها مضنا ومغلول. هذا ورأس أبيه نصب ناظره له على الرمح تكبير وتهليل. ما تبكيك الأبيات
راس مولاك الحسين على راس الروح. هذا ورأس أبيه نصب ناظره له على الرمح تكبير وتهليل مرتلا آية أهل الكهف وهو لها بحمله فوق رأس الرمح تأويل. لم تستر الحجب الله الله شوف هالكلمات ها لم تستر الحجب قبلا نور غرته فكيف يستره طشت ومنديل مرة وبني مية براس شايلين مأجور نور النبوة يلوح من غرة جبين إلا نور يتلالى بغرته جنة المصبح خصيمك الكرار اي وياي اروي الزهراء يا الارماح منة بريتي يا غبر حسين من طاح ليتك تكسرتي قبل لا توصلين. وحسين وحسين ولا استحيتي من جماله ما فعلتي لكان استحيتي من كريم ما رفعتي بينك وبين الله على فعلين ايش سويت جبتين راس حسين قدام الله عينه الا نور تلاله بو علي نور تلاله متعجبين الناس اسم حسن وجمال ما كنا الا البدر اقرا في ليله كما متعجبين الناس من حسنه وزينه. اسمع هذا البيت اللي بيجيك اعظام اشجاء تقول الوديعه والله يحرق القلب هالبيت ها تقول الوديعه الشايلين الروس لنذال ريضوا يا حادي بضعنا وارحموا الحال يا قوم ما ظلت تبقي في هالعيال يا غيرة الله حيدر الكرار وين ايش عندك يا زينب صوتي يا زينب بمن شئتي فإننا قد أفنيناهم جميعا يا زينب راح عزك يا زينب ودلالك راح نادى تركب المطية والسفر ينحل القو يا قوم ويانا اعملوا بعض لم ايه حبيبي قالها العدو هيهات ما يرحم لا تطلبين محال
سكتي يا حزين صوتي صوتي لحتى ما يبيح الصوت منك. ايش بتصيحين يا زينب؟ خليك ارفعي صوتك الى من؟ الى 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 الى, إلى القدر الذي تستطيعينه. ايش راح تسوين؟ ايش راح تغيرين؟ صوتي لحتى ما يبيح الصوت منك. ابا اشوف يا هلي يزيح الضيم. اي مأجور. يزيح الضيم عنك عباس وين ما يفك القيد منك. ايه ايه مأجور. عباس وين ما يفك القيد منك. صاحت كفيلي مات وتوسد يمينه. أنا ضيعني الواني وش وخلاني. إيه أنت بعد تقرأ مو بس المولى يقرأ أنت تقرأ بعد. أنا ضيعني الواني لا أهل عندي ولا بلد لا بلد يمي عناش دعوة يا علي يا علي مطول الغي ما تنجف زينب وهي عدها نساوي. يا خويا يا خويا بيا وجه طبت المدينة شقول اللي يقول حسين وانا وانا شقول اللي يناشدني من الناس أخوك حسين وين وين. أقول حسين ضل جثة يا حسين بلا راس وعباس النفل قطعوا